عايزين نتكلم عن تكريم النهارده بقى وراديو في السكه وشادي والناس الجو الحلو ده. راديو في السكه ده بقى عشره معايا خالص. انت عارف انا بحب الراديو اساسا, وبعدين شادي ما بقى يعني في الاول كان شغل, وبعدين دلوقتي بقى اخويا يعني فاهم, فما اقدرش يبقى عامل مهرجان وعامل تكريمات وما اكونش موجود انا موجود معايا. انت عارف ان انا مش لساني ما فالت بصراحة. رامز عمكو كلكو هو الوحيد اللي قدر يكمل في المقالب؟ لا هو يعني هو الوحيد اللي قدر يكمل في المقالب. بس مش يعني عمكو كلكو. لا عمنا ايه حبيبنا الغالي يعني اخونا وحبيبنا الغالي فاهم. بس يعني هو دايما علشان هو مع محطة مع قناة فموفره له كل حاجة. احنا برضو لما بنشتغل بتبقى شركات, فمش ممكن هتقارن شركة بـ بـ بمحطة ومحطة كبيرة فاهم. ايه اللي بصراحة كان فيبقى عمنا ايه اللي كان ناقصك بصراحة وعندك افكار تقدر تقول تعلم بيها على رامز؟ لو احنا بنقول النهاردة هعمل فكرة. لا ما انا عملت افكار كتير رامز عمل زيها يعني ما كانش يومك مثلا انا بديت ما كانش يومك هو عمل بعد كده رامز قلب الصحراء فاهم. مش بقول حاجة بس انا بقول ان انا يعني عندي افكار طبعا كويسة جدا. ليه ما بتحاولش انك ترجع تعمل مقالب تاني وحتى لو على اليوتيوب مثلا زي ما شفنا ابراهيم السمان ونجح في ده؟ لا بص يعني السوشيال ميديا طبعا مهمة وكل حاجة, بس ان انا ايه اروح اعمل حاجة على اليوتيوب بعد ما كنت في حتة يعني كويسة ما مش بغلط ولا بقلل من قدر اليوتيوب بالعكس, بس في حاجه جايه ان شاء الله حلوه. بقى حلو ده انا لازم اقول بقى ان شاء الله حلو حاجه حلوه ان شاء الله في رمضان ده يا مسهل باذن الله سوري. طيب في رمضان ده عموما متابع ولا في ليك عمل؟ كان في مسلسل مع الاستاذ محمد النوالي توحى, بس اتاجل كنا داخلينه رمضان بس لظروف كده انتاجيه وحاجات خلينا اللي بعد رمضان. هي برضه الناس ظروف انتاجيه يعني علا غانم كلت علقه كسرت فيها, فخلينا نتكلم عن علا غانم. متوحه علا غانم علا غانم متبهدله ومضروبه وطالع عينها, فخلينا تقريبا فتتصلح بس ونشتغل ان شاء الله. حد فيكم اتصل مع علا اطمن عليها ولا ايه اللي حصل؟ والله بص انا يعني في تصوير اهلا وسهلا, مفيش تصوير انا في البيت قاعد في البيت. لا 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 انت رايك اللي بيحصل مع علا غانم ده ايه اصلا؟ تابعت القضيه عموما؟ بص هو انا مين ظالم ومين مظلوم بصراحه؟ لا انا ماليش دعوه, دي حاجات عائليه انا ما ولا اسال فيها ولا اتكلم فيها. انا مالي يعني واحد ومراته واحده وجوزها فاهم عندهم خلافات يعني هما الاثنين اتكلموا. انا ماليش دعوه, انا مالي يعني انا مالي ولا حد يتكلم في الموضوع بتاعهم يعني. طب انت رايك ان خلافات الفنانين الشخصيه بقت اونلاين دلوقتي؟ هي بقت كل حاجه اونلاين دلوقتي. قول لي ايه مش اونلاين؟ اي حاجه دلوقتي اونلاين. في حاجات عندك انت مش عارفينها اونلاين فاطلع بقى. لا انا ما انا اطلع على ليه اوفلاين؟ انا لا اوفلاين على النت زي اونلاين اونلاين وسوشيال ميديا وكل حاجه, بس انا الناس مش ناقصه, الناس مش ناقصه نكد فاهم. فانا لو عندي حاجه اطلع اهزر اضحك ابقى انا مبسوط واللي قدامي مبسوط, انما انا اطلع بقى اقعد اعيط لهم واشتكي لهم واقول لهم ظروفي. مين في مصر ما عندوش ظروف وحشه يعني بصراحه؟ في لعبه ترند احيانا. لا ماليش في الجوده. لا 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 ماليش في الجوده. شريف اهم حاجه بالنسبه لك في رمضان ايه؟ يومك عموما صيام, بس انا ما بنزلش بقى يعني. لو يعني انزل لما يبقى عندي شغل, ما عنديش شغل انا جوه البيت تخوف. لا جوه البيت هنزل هفطر فاهم. عصبي. ايوه عصبي جدا, والتدخين برضو عامل لي مشكله في حياتي. وانا بقعد كده اصحاب للمغرب اسكت لحد يا رب يعني فاهم. بس بتبقى يعني الطقوس الرمضانيه الجميله يعني صيام وصلاه, هو شهر في السنه فاهم. تحب العزومات وبتعزم وبتتعزم؟ يعني احب اعزم
انما اتعزم سحور، انما افطار دي مستحيل. لا 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 ما لا اصل هفطر بره، لا في طقوس، في طقوس بعد الفطار دي عايز تريح بقى وتبقى مبسوط. طب النهارده البانيه ب 250 جنيه هتعرف تعزم عادي لوحدك؟ ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني ما انا اكيد مش هعزمك على مكرونه يعني، فاهم؟ هعمل ايه غصب عني؟ يعني لو نقدر نقول كام عزومه في رمضان السنه دي؟ هي العزومات بتبقى عائلات عموما يعني، فاهم؟ صحابنا بنتجمع مثلا يوم يومين، بنتجمع كلنا مع بعض وخلاص. تمام. بتزيد قد ايه في رمضان؟ بزيد؟ لا انا عمال انا بزيد طول السنه. انا خسيت جدا وبعد كده رجعت تاني. كل اللي يشوفني ايه مالك سلامتك؟ قول لهم انا تمام الحمد لله. الناس حباك كده بستايلك. فقلت لا كل بقى براحتك وانبسط. نورتني يا شريف ومنور الدنيا ووحشني حبيبي الغالي اخويا. حبيبي تسلم يا غالي. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم حبيبي.